بسم الله الرحمن الرحيم. بما أنه كثر الحديث عن زراعة الخلايا الجذعية في الكثير من الدول في المنطقة، فأحببت أن أبين بعض الأمور المتعلقة بزراعة الخلايا الجذعية، دورها في العلاج، الأمراض التي يمكن أن يستفاد منها، والأماكن التي تعتبر رائدة في زراعة الخلايا الجذعية. زراعة النخاع أو الخلايا الجذعية هي عمليات معقدة، وهي على مراحل، عدة مراحل. تبدأ بتحضير المريض لفترة زمنية معينة بإعطائه أدوية أو إشعاع، ثم يأتي بعد ذلك فصل الخلايا الجذعية من المتبرع، أو إذا كانت زراعة ذاتية فتكون هذه الخلايا مجمعة من قبل، ثم تعطى للمريض، وبعد ذلك تبدأ العمليات مراقبة نمو هذه الخلايا وظهورها في الجسم للقضاء على المرض وتعويض النخاع الأصلي الذي كان لدى المريض. هناك مفهوم خاطئ لدى الناس بأن المتبرع يتعرض أو سيتعرض في المستقبل لأمراض معينة، أو إن عليه خطورة من التبرع بهذه الخلايا. أنا أؤكد بأن لا خطورة أبداً على المتبرع، وهي شبيهة بالتبرع بالدم، فلا خطورة أبداً. فمن أراد أن يتبرع فإن شاء الله تكتب له أجر، ويشفي مريض بأمس الحاجة لمثل هذه الخلايا. في الآونة الأخيرة كثر اللغط والكلام في الأمراض التي يمكن شفائها عن طريق زراعة الخلايا الجذعية، فيتحدثون كثيراً عن أمراض عصبية وأمراض السكر، ولكن ثابت حالياً أن هناك أمراض معينة تتمثل في أمراض الدم، أورام الدم، الأمراض الاستقلابية، بعض الأمراض الجينية، فشل نخاع العظم، وهذه هي الثابتة حالياً، والتي تلعب زراعة الخلايا الجذعية دوراً كبيراً في شفائها والقضاء عليها بإذن الله تعالى. أمر مهم أريد توضيحه، وهو من هو المتبرع الذي يصلح أن يكون مصدر لهذه الخلايا. في القديم كان لابد من أن يكون المتبرع من الأقارب، أو حتى من خارج العائلة، وممكن يكون من أي بلد آخر، ولكن لابد أن تكون نسبة المطابقة 100%. بعد التطورات الحديثة التي حصلت في هذا المجال، وأصبح عن طريق إدخال طرق علاج وتقنيات جديدة في موضوع الزراعة، أصبح أنه من الإمكان أخذ متبرعين ليسوا مطابقين 100% للشخص الذي سيستقبل هذه الخلايا، إلى حد أنه بالإمكان استخدام متبرع بنسبة 50% مطابقة. وهذه فتحت باباً كبيراً للتبرع، لأنه دائماً أحد الوالدين يكون مطابق للمستقبل لهذه الخلايا بنسبة 50%، وليس الوالدين فقط، ولكن الابن لأبيه والبنت لأبيها والأخ لأخيه، فهناك نسب قد يعني تكون 50% أو أكثر، وهذه تكون مناسبة بإذن الله تعالى.